جهاد فورا نام توليب. الظاهر المهدئ ريحه كتير وتنفسه كمان صار أحسن. ما بعرف إذا أخذ برد، بس بكرة رح نتأكد. توليب، وانت كمان حاولي تهدي شوي بقى. بعدين ليكي، وأنا طالع من أوضته لجهاد قال لي إنه رغم كل شي صار بهالليلة، بس هو البحر كان مفرحه ومريحه كتير. يمكن هذا الحكي مانو كافي لإنقاذ هالليلة هي، بس على الأقل شي منيح كتير لينقذ هاللحظة هي، ما هيك؟ مو متأكدة إذا ضل شي منيح بهالليلة لحتى ننقذ عمر. يعني أنت معصبة لأنه مو بس أنا، وجوري كمان فكرت بموضوع المفاجأة، ما هيك؟ وهي المفاجأة كانت رح تخنقه عمر. أخذته لهنيك ما كانت إلا تصرف غبي واستغلال إله، مو أكتر من هيك. توليب ليكي، أنا بتفهم زعلك مني أوكي، بس شو سبب زعلك من جوري بخصوص جهاد؟ ما عم بفهم لهلا. أنا مالي مجبورة فهمك شي. باردون، بس بيجوز كل شي بخص صديقتك الصغيرة بخصك إلك عمر، مو هيك؟ طيب قلي، لأنه بصراحة أنا حابة أعرف. أنت وقاعد معها بحديقة المشفى وعم تصبرها، فهمتها وقلت لها أنها غلطت بحق جهاد واستغلته؟ قلي قلت لها هيك شي؟ ما في داعي لقلا هذا الشي أبدا. أصلا جوري حست بالغلط يلي عملته وندماني عليه كمان. يا عمري يا جوري، شو مسكينة، قديشة بحاجة لصدر حنوني واسية هالواطية. بس مشان تعرض حالة قدامي كان أخي ممكن يغرق. أخذته على اليخت من غير ما تستشير دكتوره، وانت متوقع مني يتقبل هالحركة بشكل طبيعي وناطر مني روح لعنده وإلا شكرا لجهودك؟ خلصنا، وأنا ما خطر ببالي إني استشير دكتور قبل. كل القصة أنه كان بدي جهاد يطلع من بين هالأربع حيطان هدول توليبي، فهمتي؟ وإذا ضليتي عم بتكبري السيرة هيك، جهاد رح يفهم أسلوبك غلط. يلا قول لا تسكت لو سمحت. توليب تفضلي هلأ روحي شوفي حالك بالمراية، الظاهر انت خجلانة كتير من ظهور اخوك بهذا الشكل اليوم. انت بدك جهاد يفهم انك خجلانة فيه يعني؟ انقلع.